والآن مشاهدينا ينضم إلينا عبر سكايب الخبير العسكري والاستراتيجي سيد نضال أبو زيد. مرحبا بك سيد نضال. بعد 12 يوما على العدوان على لبنان، كيف تقيم الأوضاع ميدانيا؟ نعم محمد، أسعد الله مساءك أنت ومتابعيك الكرام. يعني في الواقع نتحدث عن العملية البرية التي اليوم دخلت في يومها الرابع، بالتالي يبدو أن قوات الاحتلال لا تزال عاجزة عن تحقيق أي توغلات تذكر. حتى نكون دقيقين في انتقاء المفاهيم، لا يوجد أي تقدم لكن يوجد توغل، بمعنى أن هناك فارق في استخدام هذه المفاهيم. عندما أقول توغل بمعنى أنه توغلات قوات الاحتلال لم تتجاوز أكثر من 400 متر سواء في المنطقتين التي يقاتل فيها قوات الاحتلال. نتكلم عن منطقة الوزاني شمال الأراضي المحتلة تقريبا فيما يعرف بإصبع الجليل، نتكلم عن منطقة الملكية أيضا قريبة من الوزاني إلى المطلة، وهذا ما يفسر أن عناصر حزب الله كثفوا مؤخرا من عمليات غصب منطقة المطلة، وهذا يعرف عسكريا بالتدخل بتحضيرات قوات الاحتلال. أيضا إذا ما ذهبنا جنوبا إلى المنطقة أو إلى المحور الذي حاولت الاحتلال فتحه مؤخرا قبل 4 أو 48 ساعة في مارون الراس، هذا المحور تتقدم فيه فرقة المدرعات 36 مع اللواء الجولاني ومسندة بلواء مشاة آخر، وبالتالي شكل التجميع للواجب الذي قام به الاحتلال يوحي بكل وضوح إلى أن الاحتلال ليس كما يتكلم بأنه ذاهب إلى عملية محدودة، بل على العكس هو يريد عملية واسعة، لكن خفض من سقف توقعاته وخفض من سقف أهدافه، حتى إذا تعرض إلى مقاومة كبيرة وانسحب من منطقة الجنوب يقول أنني ذهبت إلى عملية محدودة وأنهيت هذه العملية المحدودة. سيد أبو زيد، يعني ما هو التكتيك الذي يقاتل به عناصر حزب الله، وهل هو مشابه للتكتيك الذي يقاتل به الآن أو تقاتل به الآن المقاومة في قطاع غزة؟ نعم محمد، يجب أن نفهم أن هذا النوع من العمليات يعرف بالإيسيمتريك ويرفير، عمليات غير المتكافئة، بمعنى أننا أمام مقاوم يقاتل قتال عصابات وأمام مهاجم يهاجم بقوات تقليدية نظامية، وبالتالي التكتيكات التي يتبعها أو اتبعها حزب الله يبدو أنها تم تعديلها بعد عملية استهداف الهيكل التنظيمي للحزب وتهشيم سلسلة القرار بأن تحول بعملياته العسكرية وقام بإخضاع المعادلة إلى أن التخطيط مركزي والتنفيذ لا مركزي. في هذه المعادلة يستطيع حزب الله إتمام والاستمرار بالعملية العسكرية، ويستطيع أكثر التغلب على نقطة الاختراقات والتغلب أكثر على نقطة الاتصالات، بمعنى أنه إذا تعرض لقطع في الاتصالات هو يعرف الخطة العامة المركزية التي وضعت له من القيادة الرئيسية العسكرية الرئيسية، ويقوم فقط بالتنفيذ. ويبدو أنه ما حصل ما يحصل الآن أن حزب الله وعناصر حزب الله تقاتل على الحافة الأمامية لمنطقة المعركة، بحيث أن لا تسمح لقوات الاحتلال بالتقدم خلال الأربعة أو حتى خلال الأسبوع الأول، لن تسمح لقوات الاحتلال بالتوغل على طول الشريط الحدودي، لأنه إذا ما ذهبنا إلى الخارطة وشاهدنا شكل مناطق جنوب لبنان نجد أن هناك طريق عرضاني يمتد هذا الطريق من الناقورة إلى مارون الراس ويصل إلى الوزاني حتى نهر الليطاني. هذا الطريق يبعد عن الشريط الحدودي تقريبا من 2 إلى 4 كيلومتر، ويبدو أن إصرار قوات الاحتلال تريد الوصول إلى هذا الطريق، ما يعزز كلامي ويدفع باتجاه هذا الخيار ويدفع باتجاه هذا التحليل، أننا إذا ما عدنا إلى طريق التفكير جنرالات جيش الاحتلال نجد أن من يقود فرقة المظليين 98 هو جاي أفيفي، ومن يقود المنطقة العسكرية الشمالية هو الجنرال جوردين، ومن يقود فرقة المدرعات 36 هو نفسه الذي تحدث أو نفسه الذي خاض عمليات في قطاع غزة، وبالتالي كلا الجنرالات الذين يقودون رأس الحربة في العملية العسكرية ينقلون النماذج التي طبقت في غزة إلى جنوب لبنان. يعني وقد وردنا الآن هذا الخبر العاجل بأن هيئة البث العبرية نقلا عن مصادر تتحدث بأن جيش الاحتلال سيعزز قواته بلواءين إضافيين في جنوب لبنان، ما الذي يعني هذا الكلام سيد نضال؟ محمد، هو يريد الوصول بأي ثمن إلى الطريق الذي أتحدث عنه. هذا الطريق يبعد 4 كيلومتر، طريق عرضاني يؤمن قابلية حركة جيدة لقطاعاته وخاصة القطاعات الميكانيكية التي لم تشترك بالعملية العسكرية لغاية الآن. هناك فرقتين مدرعات، الفرقة 7 موجودة بالقرب من منطقة الوزاني مع فرقة المظليين 98، وفرقة المدرعات 36 موجودة مع اللواء الجولاني في مارون الراس. لغاية الآن
لم تشترك المدرعات بالعملية العسكرية، بالتالي يبدو أن الاحتلال يندفع بقوات نخبة يريد تهيئة البيئة في الأربعة كيلو التي تحدثت عنها من الشريط الحدودي إلى الطريق العرضاني الذي يمتد من الناقورة وحتى نهر الليطاني، لأنه على ما يبدو أن الاحتلال يريد تقطيع أوصال جنوب لبنان ومن ثم الاستمرار بعمليات على مراحل للوصول إلى نهر الليطاني. هو يريد فصل الشمال عن الجنوب من خلال السيطرة على الليطاني، لكن هذا من وجهة نظر المهاجم. الآن من وجهة نظر المقاوم نتحدث عن 4 أيام وهناك خسائر كبيرة في قوات الاحتلال. فقط العملية أو الكمين الذي حدث يوم أمس في مارون الراس هناك 4 قتلى و35 جريح، بينهم قائد فرقة أجوز وهي من وحدات النخبة لاستطلاع جيش الاحتلال، وهي من أكثر الوحدات تدريبا، ويبدو أنها أوجعت قوات الاحتلال حتى دفعت برئيس الأركان أن يصل إلى قيادة المنطقة العسكرية الشمالية في صفد اليوم وتكلم من صفد. هذا أمر. الأمر الآخر والأهم محمد، أننا قبل ساعات عندما نسمع أن المقاومة في العراق ضربت قاعدة نفح في الجولاني، هذه قاعدة مهمة جدا. نعم. ويجب أن وسنأتي على قضية هذه القاعدة الموجودة في الجولان وهذا القصف الذي حصل، ولكن سؤالي عن جولاني، يعني هذه التي دخلت إلى غزة، صحيح سيد نضال؟ وتحدث بعض المحللين، نعم، شارك في غزة، تحدث العديد من المحللين بأن هذا اللواء فقد الكثير من عناصره وهو بحاجة إلى يعني أشهر إذا لم يكن سنوات من أجل إعادته مرة أخرى لسابق عهده. كيف يعني تم إقحام هذا اللواء ثانية في جنوب لبنان؟ نعم محمد، سؤال كثير مهم. الآن تكلمنا عن هذه النقطة من رؤية أكثر من مرة، وقلنا أن الاحتلال وقع في نفس الخطأ التكتيكي الذي وقع في قطاع غزة حين زج بقوات. هذه القوات في العرف العسكري ليست طازجة، بمعنى أن هذه القوات تعرضت إلى خسائر كبيرة. أضرب أمثلة حتى يكون كلامي واضح. الآن زج بما تتحدث عنه وهو لواء الجولاني بعد أن انسحب من قطاع غزة، وزج أكثر قبل عدة أسابيع بفرقة المظليين 98 التي قاتلت في قطاع غزة في العمل. هذه الوحدات تحتاج من 2 إلى 3 أشهر لإعادة بنائها وإعادة ترميمها وتعويض الخسائر فيها ودعمها بالإسناد اللوجستي. وبالتالي عندما تقوم بالزج بهذه الوحدات، تسحبها من قطاع غزة وتزج بها في معارك مباشرة، هذا ليس له إلا تفسير واحد، بأن الاحتلال لا يملك طرف القوات ولا يملك طرف الخيارات العسكرية. وتحدثت الصحافة العبرية حول هذا الموضوع أن هناك نقص تقريبا 10,000 مقاتل في قوات الاحتلال الإسرائيلي. نعم محمد، الخسائر الكبيرة اللي تعرض لها في قطاع غزة انعكست على العملية العسكرية في جنوب لبنان، ويبدو أن الخيارات ضيقة أمام الاحتلال، لذلك ذهب أو اضطر إلى سحب وحدات من قطاع غزة والزج بها إلى شمال الأراضي المحتلة. طيب إذا كان هذا النموذج أو هذا الشكل الذي اتبع، لماذا لم يذهب الاحتلال ويأخذ وحدات من مناطق أخرى؟ لأنه بكل وضوح لا يملك طرف الوحدات العسكرية. لديه 11 فرقة عسكرية، 5 كانت تقاتل في قطاع غزة، انسحبت كلها وبقي 2 4 في الضفة الغربية، وهذا كل ما لديه من فرق عسكرية. خطته العسكرية التي بناها في جنوب يبدو أن رأس الحربة فيها قوات الكوماندوز والمظليين. كل ما لديه من قوات الكوماندوز والمظليين هي فرقة المظليين 98، لذلك اضطر لسحب هذه الفرقة من قطاع غزة والذهاب بها إلى شمال الأراضي المحتلة تحت ذريعة نقل الثقل العسكري من غزة إلى الشمال. وهناك خسائر كبيرة محمد، وهذا السؤال، وهل ستحتمل هذه الخسائر؟ يعني نحن نسمع كل يوم بخسائر كبيرة جدا حتى أكبر من الحرب على غزة أو بداية الحرب على غزة فيما يتعلق بموضوع الاشتباكات بين حزب الله وبين قوات الاحتلال. هل فعلا ستتمكن هذه القوات من إكمال ما يتحدث به طبعا بنيامين نتنياهو والمنظومة العسكرية؟ نعم محمد، الفرق بين المقاومة في جنوب لبنان مع المقاومة في قطاع غزة أنه في قطاع غزة المقاومة كانت تبادل الأرض، تبادل الجغرافيا بالخسائر، بمعنى تعطي الاحتلال الأرض وتأخذ منه خسائر. وأضرب مثل على ذلك في بيت لاحية وبيت حانون، بداية العملية العسكرية كانت المقاومة في قطاع غزة تعطي مجال للاحتلال للتوغل في بيت لاهي أو بيت حانون وتوقع خسائر في قوات الاحتلال. هنا في جنوب لبنان الوضع يختلف، المقاومة في جنوب لبنان تقاتل على الحافة الأمامية لمنطقة المعركة، لا تسمح للاحتلال بالتقدم، وبالتالي
توقع خسائر بقوات الاحتلال، وبالمناسبة الخسائر كبيرة. إذا ما عدنا إلى الموقع الرسمي لوزارة دفاع الاحتلال لنجد أرقام كما كنا نجد أرقام للخسائر في قطاع غزة. أمر آخر، أن دولة الكيان الصهيوني تعيش حالة طوارئ فرضها بنيامين نتنياهو منذ أسبوع، وبالتالي سيطر على كل مفاصل الدولة بما فيها الإعلام، وكل ما ينشر عن العمليات في جنوب لبنان والخسائر هو تحت بند منع من النشر، وبالتالي لا يوجد مصادر تؤكد أو تظهر خسائر قوات الاحتلال إلا المؤشرات التي ندفع بها أن وصول وزير الدفاع اليوم ورئيس الأركان إلى المنطقة الشمالية والاجتماع بقيادات الفرق التي تقاتل في جنوب لبنان مؤشر واضح على أن هذه الفرق اصطدمت بواقع لم تكن تتوقعه. يبدو أن تقديرات الاستخبارات لم تكن تتوقع هناك تماسك للمقاومة في جنوب لبنان. أشكرك عبر سكايب الخبير العسكري والاستراتيجي السيد نضال أبو زيد، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.